السلام عليكم، شكرا لسيف تي في على الاستقبال. المهم القضية ديال يوسف الروسي كانت بفعل فاعل، علاش؟ حيت كان خرج هو بعد الخرجات، بعدا شحال هذه خرج لي خرجات، ومعروف السياسة الكروية عندنا في المغرب كيفاش تخدم. هذاك الشيء علاش داروا لي هذا الفيلم ديال ترافيك الوراق، ولكن سبحان الله غادي مربي نصفو. تمنوا ليه الخير اللي خد الحق ديالو وعطاه ليه الله، ما عطاش ليه شي حد اخر، عطاه ليه الله هو اللي عطاه حقه باش يتبرأ من هاد التهمه اللي كانوا متهمينو بها. ونتمنى لروسي واحد المسيره موفقه ان شاء الله بحول الله، وهاد الخطا اللي بغى يخرج بشي انترفيو عارف كيفاش يخرج، حيت هاد الناس هادو راهم هما دايرين هكا، حيت الفساد راه عندنا في وسط الرياضه وكل واحد قاني الواحد. ونتمنى من الله هاد الناس ديال الجامعه ياخذوا واحد ليكزومبل من هاد الشيء اللي جرى في كاس العالم، يصوبوا كره ويصوبوا التحكيم في المغرب ويصوبوا بزاف ديال الحوايج. راه باقي معطلين شويه، باقي عندنا الفساد. دابا هنا اذا كانوا تيفهموا هاد المسؤولين على الرياضه يشوفوا على سيدنا ما استقبلش الاعضاء ديال الجامعه بعدين هما الاولين. دونك سيدنا ماشي تيدير الحاجه هكاك من راسو، راه تيعرف اش كاين، متابع الاحداث ديال المغرب كامل، والله يعاونو ويخدموا ويتعاونوا مع سيدنا. سيدنا تيصلح في البلاد، تيصلح في الرياضه، تيصلح في كل شيء. ولكن هاد الناس بارك عليكم بالفساد، صلحوا الرياضه في المغرب، صلحوها صلحوها. راه مازال ان شاء الله غادي نديروا نعطيو الكلمه ديالنا في 2026 ان شاء الله بحول الله، الا خدمتوا معقول وبالنيه. ما تبقاوش تهموا عباد الله بداك الشيء اللي ما فيهمش. ومن هذا المنبر تنشكر المنتخب المغربي على راسهم صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو، والسير الكراكي راس لافوكا، واللعابه كاملين على هذا الانجاز اللي داروا، انجاز مسبق. ونتمنى لهم الخير والتوفيق لهما ولا جميع المغاربه. وشكرا للامهات ديال اللعابه اللي تا هما ساهموا في هذا الانجاز هذا، وشكرا جزيلا لجميع المغاربه والمنتخب المغربي. وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش سيدنا الله ينصرو ويخليه لينا، وبارك علينا من الفساد الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، بارك علينا من الفساد. التبرئة ديال يوسف الروسي من التزوير ديبلوم ديال التدريب، جات البراءة ديالو مزيان باش تبقى السمعة ديال الكرة الوطنية نقية، والسمعة ديال يوسف الروسي اللي كان لاعب كبير ولاعب خالوق تبقى نشوفوا في ديك الصورة جميلة. نتمنوا ليه مسيرة موفقة في التدريب إن شاء الله. هذا الشيء كان منتظر، وكنا عارفين على حسب روسي تعرفوا كلاعب كإنسان، إنسان خلوق. من هالك اللاعب لا في الرجاء البيضاوي لا كان واحد السيد أخلاق ديالو عالية، محترم، تيحترم نفسه، ما تسمعش حسو، ما تسمعش صوته، يعني شيء ماشي غريب عليه. وأنا عمري ما كنت منتظر بين كان متهم باش برأوه، ما كانش متهم. اللي متهم شكون هو اللي يسربوا اوراق ديالو؟ واللي خاص تكون متابعه، راه هذه المشكله ديالنا حنا، ما تكونش متابعه. هاد الناس اللي في الجامعه اللي سربوا اوراق ديال لاكاف وعطاوهم، خاص نسمع وخاص تسمع تكون تحقيقات باش هادشي ما يبقاش. لان ما يبقاش ديال خاد براءه، هو عمرو كان متهم. اللي متهم هو اللي دفع الاوراق ديالو في الجامعه. وشكون هاد الناس اللي في الجامعه اللي خاصها السوسه خاصها تحيد؟ اللي بغات تجي كره القدم ديال القدام خاصها السوسه تحيد من الجامعه اللي باقى الان. يعني روسي عمره ما كان متهم، انا بالنسبه ليا كان اللي كان متهم هو اللي في الجامعه اللي صرف الاوراق ديالو. وكنتمنى على الله كما خد البراءه ديالو ونسى وتابع الاوراق ديالو وخسر الفلوس وخرزقه باش يتابع يحيد التهمه اللي طاحت عليه. نتمنى من عند الله الجامعه القجع يدير خدمته وتكون تحقيقات نزيهه وكل واحد ياخذ حقه، باش نتمناو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.